السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناة محمد جعيتي. كما تعرفوا أننا غبنا كثيرا عن الميادين في القناة ديالنا اليوتيوب، وإن شاء الله بإذن الله جينا في هذا الفيديو باش نتكلموا على موضوع جد مهم، وهو كيفاش ترجع إلى البرمجة بعد التوقف. كما تعرفوا أنه قدر يوقع لك حادث، يعني سواء أكسيدون ولا أنك مبقاش عندك شغف. ملي كنقول حادث يعني ما كنقصدش به شي حاجه خايبه، كنقصد به سواء انك توقفتي بسبب ما، يعني سبب طارئ حادث وقع. دونك كيفاش نقدروا نريكوبيريو كاع هذوك لي كومبيتونس اللي ضاعوا منا؟ بواحد نقدروا نقولوا ما ضاعوش منا 100%، ولكن ضاعوا بنسب متفاوته. دونك هذوك لي كومبيتونس ديالنا اللي كنا كنخدموا بهم، وهذاك الشغف ديالنا اللي كان عندنا، وهذيك الانرجي اللي كانت عندنا قبل، كيفاش نقدروا نريكوبيريوها؟ دونك كيف ما كتعرفوا انه لو دومين ديالنا ديال هاد لافورماتيك ولا بروغراماسيون وهادشي ديال التكنولوجي دائما في تطور. فيما غادي تغمض عينك كتلقى شي حاجه جديده يعني بانت. دونك نتايا في الباركور ديالك وبيان في الشومان ديالك اللي غادي فيه، باغ اكزومبل نهضروا على نقولوا ديفلوبر فرونت اند، كل شويه كتبان تكنولوجيا جديده، وكل شويه كتبان واحد لوتي اللي جديد اللي كتقدر تخدم به كيساعدك في الخدمه ديالك. ولكن نتايا فاش وقع لك التوقف ما بقيتيش او كورون ديال هذوك لي نوفيل طوندونس اللي جاوا، وبيان هذوك لي زوتي جداد اللي جاوا. دونك كيفاش تريكوبيري كاع هادشي؟ كيفاش تتعلم هادشي انوف؟ الاول حاجه نقدروا نهضروا عليها هي انه خاصك تونكوراجي راسك، يعني خاصك تكتسب الثقه في النفس ديالك، وهاد الثقه هذه كترجع يعني بانه هذاك الحب ديال المهنه وحب الميدان هو اللي كيخليك يعني او بروميير ليو انك تعاود ترجع من جديد. الا ما كانش عندك الشغف وما كانش عندك الحب وهادشي كامل مشالك، صعيبه انك تحاول ترجع ترجع انك تعلم حاجه جديده. ابارامون دونك الحاجه اللي خاص الواحد يديرها في باله انه كل شيء قابل للتعويض، يعني نقدر نعوض هذوك الايام اللي دازت، نقدر نتعلم حاجه جديده، ونقدر نريكوبيري كاع هذاك الشيء اللي فات مني. الواحد هو انه ما ييأسش. دونك دائما وابدا خص ندير في بالي بلي راه ممكن نتعلم لهذيك الحاجه اللي ضاعت مني، ممكن نرجع لهذاك النيفو اللي كنت فيه. وكيف ما كنقول دائما انه الا بغيت نوصل لواحد الحاجه غنحطها امام العين ديالي، وفي الفترات ديال الحياه ديال الانسان راه كاين توقفات. ما يكذبش عليك الواحد يقول لك لا راه ما عمرك غادي تطيح، غتبقى دائما واقف. لا، حنا بشر، حنا انسان، وغادي توقع لنا بزاف ديال الامور اللي غادي تخلينا لا قدر الله نوقفوا واحد الفتره. ولكن هذاك الحب ديال هذيك الحاجه وهذاك الحب ديال هذاك الدومين اللي خدامين فيه هو اللي غادي يخلينا نستمروا في تعلم كل ما هو جديد، ونريكوبيرو حتى هذاك الشيء اللي ضاع علينا. الو، اول حاجه هضرنا عليها هي انه خاصني نكتسب الثقه في النفس ديالي، ونكوراجي راسي، ونحاول ما امكن ننسى هذيك الفتره اللي كنت فيها. ثاني حاجه هو انه نتعلم من جديد. دونك انا كنميتريزي مثلا لونغاج جافا سكريبت. دونك لونغاج جافا سكريبت غادي يكون عندي لي باز بيان سور، ما غاديش لي باز راه ما غاديش نفرط فيهم، ميم واخا نتوقف لي باز الالغوريثميك ستركتور دو دوني اي حاجه اللي عندها علاقه بلي باز راه ما غاديش نفرط فيها. الوغ دونك تو سامبلومون نتعلم من جديد، غادي نشوف مثلا ايكما سكريبت، غادي نشوف مثلا دوم، غادي نشوف لي ديفنت انسي دو سويت. دونك غادي نتعلم بشويه. انا كان مثلا كنخدم في سيرفيس ناو، ولا كنخدم مثلا سيلز فورس، كنخدم مثلا جافا سكريبت. الوغ غادي نحاول امكن انني نابليكي هذاك الشيء اللي كنخدم فيه بهذاك لونغاج ديالي، نبدا بشويه. دونك الثاني حاجه هو نعاود نتعلم من جديد، ما نيأسش وما نوقفش. دونك ستارت ليرنينغ اجين،
هذه هي الحاجة الثانية. لا ثالثة شوز هو أنه هذه غنتكلموا فيها على الناس اللي كيخدموا يعني سواء سورتو في ديفلوبمون دونك سورتو ديفلوبمون في أي بروجي أي بلاتفورم سواء لو كود نو كود. مهم هنا خاصك دائما تحط قدام بالك أنك تخدم دي سايد بروجيكت. أنا كنخدم أوطون كو ديفلوبر فرونت أند كنخدم برياك جي اس غنمشي غنشوف واحد لو سوجي اللي غادي يكون ما غاديش نحاول ما امكن نوصل شي حاجه ديفيسيل غنتغرب شويه بشويه ولكن ما نكونش داكشي بانال ما نبداش داكشي باسل يعني تودو ولا كرود ولا شي حاجه باسله نبدا بشي حاجه اللي غادي تخليني نخدم دماغ ديالي اللي غتخليني نريفريشي الميموري ديالي. دونك تو سامبلومون غندير ان سايد بروجيكت. هاد سايد بروجيكت غادي يعاوني بزاف انني نرجع هادوك لي كومبيتونس اللي في الفتره ديال التوقف ديالي بونطون بار اكزومبل واحد العام راني ما خدمتش مثلا رياكت جي اس ولكن فاش كنعاود نخدم السايد بروجيكت كنرجع كاع هذاك الشيء اللي كنت كنمتريتي. دونك دائما الواحد ما يقش ويكمل ويكمل ويواصل راه هذاك الشيء كيجي بشويه بشويه. دونك سايد بروجيكت هو اللي غادي يخليني انني نعاود نرفريشي الميموري ديالي ونكمل في هذاك الباركور ديالي. دونك أبار سايد بروجيكت دائما خصني نكون على تواصل مع 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 يعني الكوميونيتي ديالي. دونك انت كتخدم في سيرفيس ناو دخل الكوميونيتي ديال سيرفيس ناو وشوف هادوك لي سوجي ديالهم لي بروبليم اللي كيحطوا لي ايشوز اللي كيحطوا كومونتي تفاعل دخل عاوتاني دي جروب سير فيسبوك. انا قلت غير بار اكزومبل قلت سيرفيس ناو ولكن انت على حسب الدومين ديالك. دونك تفاعل مع الكوميونيتي ديالك كريي انت ميم تا جروب ودخل فيه عباد الله اللي كتعرف اللي خدامين معاك اللي كتعرف سوغ انترنيت الانستغرام. مهم ان جروب وتفاعل حط دي بروبليم مثلا كيفاش نكريي هاد البيزنس رول كيفاش نكريي هادي بجافا سكريبت شنو هاد البروبليم اللي وقع هنا كيفاش مثلا ريزولفي هادي. دونك ضروري من التفاعل هادشي كامل كيخليك انك تكسب واحد الثقه في النفس وانك كتبارطاجي لي زيدي ديالك وحتى انت كتستافد من عند الناس من لي زيدي ديالهم. دونك هادشي كامل غادي يخليك انك ترجع يعني الورك ديالك الخدمه ديالك. دونك الا كنتي فريلانسر تو سامبلومون غادي ترجع انك غادي ترجع الخدمه ديالك تخدم دي بروجي. كنتي في لا بواط تو سامبلومون لا بواط ما يمكنش لك انك توقف ولكن كيجيو واحد الاوقات لانك كتكون ميم واخا خدام في لا بواط ولكن لي كومبيتونس ديالك راهم ما كيتابغريداوش ما كيتطوروش ما كديفلوبيش لي كومبيتونس ديالك. هنايا خاصك تخدم على راسك وانت داخل لا بواط. يعني الا ما خدمتيش على راسك وسط لا بواط غتجي للدار غادي طيح كاو ما غتخدمش ما غديفلوبيش يعني لي كومبيتونس ديالك غيكون عندك مشاكل ديال الدار مشاكل اكسترن عاوتاني غترجع لا بواط ما غاديش تخدم مزيان ما تخدمش مرتاح. يعني انت لما ديفلوبيتيش راسك وسط لا بواط ما غاديش تكمل مزيان. دونك خاصك ضروري ترجع تخدم وترجع تخدم بنفس لو ريتم اللي كنتي فيه قبل لانك درتي واحد هذاك لو با اللي درتي دابا باش ترجع تعلم هي اللي غادي تخليك ترجع بنفس الانرجي اللي كانت عندك فاش كنتي كتخدم قبل. دونك هادو دي زيتاب مهمين باش الواحد يرجع لا بروغراماسيون ولا المهم لو دومين ديالو. يعني حنا نهضروا بصفه عامه في الدومين ديال الانفورماتيك دونك سوا بروغرامور سوا اركيتكت سوا المهم كيف ما بغيتي تكون خاص يكون عندك هاد يعني عندك هاد لي ستيبس في دماغك. دونك من بعد خذ واحد بريك اللي خفيف ما تطولش فيه ارتاح واحد شويه ولكن لو ريتم ديالك راه غادي يبدا يرجع بشويه 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 وانت صافي دابا انت بديتي كتادابطا مع لو ريتم اللي كاين في الخدمه بديتي كتادابطا مع لي بروجي اللي كيجيوك رجعتي هذاك الانرجي اللي كانت عندك هذوك لي كومبيتونس اللي ضاعوا ليك موتيفيتي راسك بزاف ديال الحوايج وفي الاخير انك يعني ما
ما وقفتيش في هذاك البوان اللي طحتي فيه المره الاولى، لانه بار اكزومبل واحد وقف عام ولا عامين راه صعيبه باش يريكوبيري، الا اذا كان كيحب هذيك المهنه، كيحب انه يخدم في هذاك الدومين. و الا ما كنتيش كتحب الحاجه ما يمكنش لك تخدم فيها، واخا تموتيفي راسك اي حاجه، واخا يحطوا لك اللي ما عرفش شنو يحطوا لك، ما كنتيش تبغي ديك الحاجه، جامي لافي انك غادي تكمل فيها. المهم نتمنى تكون هاد لا فيديو استفدتوا منها وبارطاجيو مع لي زامي ديالكم، وما تنساوش انه كاينه مفاجاه جديده اللي هي يو ماستر كود اللي غادي تكون قريبا باذن الله، ونخليها لك نخلي لكم مفاجاه وتعرفوا شنو غيكون في هذا يو ماستر كود. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.